من أجل السلام ونصر الثقافة بين الدول العربية والخليجية من الحرب ضد الإرهاب، تكون الأخوة إن شاء الله من الدار البيضاء وإلى الصحراء إن شاء الله، نهار 27 شهر 7 من بعد الصحراء نتوجه إن شاء الله للدول العربية، كنتسناو غير الموافقة. ذلك كاين تخوف ولكن كنحاولوا نتجاوزوا إن شاء الله التخوف إن شاء الله من أجل السلامة إن شاء الله. السلطات المحلية عجبتهم المبادرة للدرك الملكي في مدينة الرباط الجعونة، قالوا وصلوا الرسالة حتى للداخلة، وموريتانيا عطيناهم هما غيساعدونا في هاد الجولة، ربما دخلوا حتى موريتانيا بشي مشكل. نديروا عبر موريتانيا، ليبيا، تونس، السودان، مصر، الأردن، البحرين، قطر، سوريا، الإمارات المتحدة العربية. لا باقي تجي عطوا الموافقة. لا باقي. فيت منا درنا عدة الجولات ولكن أنا بعد ما عمرني خرجت على أرض الوطن. كيحمل العلم الوطني وديك الحقيبة على الدار، وكنضربوا مسافة ماكسيمو 60 كيلومتر يوميا من الجامعة للجامعة، من القيادة للجماعة تقريبا كنضربوا 1500 كيلومتر، 1500 كيلومتر من طالب. كنكون فيها مثلا الماء، الأدوية، الملابس، هذه الرياضة.